عايش مملكة نفسي نعشقهم بل الناس بيزار ويتحول مع واضح. دقيقة اعتراف راك شايف انا جبت قولها وما تحشمش الا كان عندك عذر. أسامة بن سالم 23 سنة إكليفة كاتب ومتحدث حقوق سبيسياليتي في الجامعة. كيفاش اكتشفت الموهبة تاعي؟ كان بفضل لي بروف اللي كانوا يقروني اللي نحييهم بهذه المناسبة واللي كانوا كيشوفوا التعبير تاعي ملي كنت غريان كانوا فريمون يقولوا لي عندك انطون في التعبير وفي ايصال الفكرة. بيرسونيلمون الناس اللي يعرفوني غاية زعما وداخلين فيها غاية وكاع تبان لهم بيزار أسامة سيريو سي بو سا كريت هادي وليت حاول زعما تاع غادي كيشغل نقفز نقولوا حنا من الحالة اللي هي حالة الهبال اللي يعرفوك بها الأقارب لحالة واحد يكون سيريو. با كانت كشغل الاولى كانت تبان لهم شويه غريبه كيفاش اسامه دخل لهذا الدومين وبعد الحمد لله ربي شويه بشويه قد عملت كامل. ميرسي بوك. باغي تريفيوني وتزيد تاكل الحبه وكي تنوض غدوه صباح تولي تحوص كاع للهربه وتقول لي هاد البلاد تتقن ما عطاتنا والو وانت الليله اللي فاتت وين تجيني عمري الو مانيش. كيفاش جاتني ليدي باش ندخل للسوشيال ميديا؟ شفت بلي الناس شغل الحاجه الاولى والمكان الانسب ليهم والمكان اللي راه يونسهم اكثر واللي راهم ينشؤوا ليه اكثر باش يبحثوا على حاجه اللي تريحهم واللي تطمئنهم واللي تخرجهم لمرحله السلام والاطمئنان هي السوشيال ميديا وهي الهاتف. بخصوص الانترنت يعني لحد الان مازال ما ندخل ولو دينار واحد يعني من الانترنت. الخدمه اكزومبل كيما لي بوبليسيتي الحمد لله يا ربي راني بديت كشغل سايكي لقيت روحي لقيت نطور روحي مش انا من الانترنت جامي زعما لا دخلت وما ما رانيش زعما نخمم فيها بالك من القدام ان شاء الله ما تحسيش. كره الانسان يكتب لي باسكو الانسان كي غادي يكتب اوتوماتيكمون غادي تكتب على حسب لا مونتاليتي تاعك ولا لا فاسون دو بارلي تاعك ولا على حسب الكاريزما تاعك وليماجيناسيون تاعك. تسمى انا كي نبغي نكتب نبغي نكتب بروحي وجامي نكتب لي واحد. قعدنا في حياتنا هذاك البنادم اللي مين يجي الليل ودغدغ كرشه ولا يعطش يقول لك حم بكره هو تجيب لي حاجه من تحت ناكل ومين تقول له هذا الدومين دي فوا يبعدك على الناس تبغيهم كراف وبعدني ولا هاني على الناس نبغيهم ومن يعني من بين هذا الناس ودخالتي ربي يرحمها ويوسع عليه اختي ربي يرحمها ويوسع عليها اللي من بعدها وليت نحسها يعني حاجه رخيصه بارابور الروح كانت تبغيك وتحوس عليك وتحوس تريح معاك في لوطوني نتاعك كتلاهي بواحد الحاجه اللي كابابل غادي يكونوا كاينين الناس فيها وفي هذيك الحاجه ما غاديش يدوها فيك. قريب ان شاء الله غادي تكون كاينه سلسله ليو ام سوبر هيرو بامكانيات عاليه ان شاء الله يا ربي سيزون 2 واللي مازال ما يتفرج سيزون 1 مادا بيك تشوف سيزون 1 واضح كي شغل ما تخرجش من عند واضح حتقلع لك اللحم حاجه التاليه توضحها للجمهور. ميرسي بوكو واضح ربي يعطيكم الخير الله يعطيكم الصحه وقعدوا كيما راكم اونيك كملوا فيها وان شاء الله يا ربي رانا معاكم.